ثلاث أسئلة. اتفضلي. مساء الخير طبعا، نورت مصر. شكرا. مساء الخير. يا ترى آخر ألبوم ليك إن شاء الله هيتطرح إمتى؟ مشتاقين قوي نسمع. وأنا كمان منتظر مثلكم، أنا مثلكم منتظر، يعني إن شاء الله قريب، يعني قريب. قريب إمتى؟ مدير أعمالي لسنة لا تسلو. قريب. يعني قريب إن شاء الله. إن شاء الله يعني. إن شاء الله. أول أغنية هتنزل، يعني هتنزلوا كله مع بعض ولا أغنية وأغنية؟ لا لا، أنا لازم الشركة تنزل ألبوم. أنا ما أقبل ينزل هذا، حرام يعني. ألبوم ينزل كامل وخلاص. هنا في حد؟ أيوة حضرتك. أنا اسمي شيري وسافرت 8 ساعات علشان أشوف كاظم من ألمانيا لمصر، وإحنا كلنا بنحبك والأسرتي كلها بتحبك. حضرتك عايشة في ألمانيا وفعلا وجاية؟ أنا بدرس في ألمانيا بقالي 4 سنين هناك. وجيت مخصوص، سيارتي كانت الأسبوع اللي فات وغيرتها عشان أشوف كاظم في مصر. يجي تاني. ما أحلاك. الله يوفقك يا رب. أنا بحبك جدا وكل أسرتي بتحبك. بابا كان بيسمعك في الراديو، ما كانش يعرف شكلك إيه، كان بيسمعك من زمان جدا وكلنا بنسمع أغانيك. كل ما شاف شكلي بعده يسمعني. لسه بنحبك. سؤال حضرتك. دكتور عمرو فرج لطيف، طبيب، شاعر، عضو اتحاد كتاب مصر، ومن مؤسسي جروب كاظم الساهر. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أنشدت فيك الشوق حتى ملني، ونسيت نفسي في غيابك يا أنا، وغزلت عمري صدفة كي نلتقي، وبكيت حتى رق لي دمع الضنا. يا سارقا دفء الفؤاد أعده لي، قلبي تجمد إذ بدا لي موهنا. أشكو إليك ومنك فيك لعلتي، ووددت لو ألقى بعينيك الفنا. قيس على ليلاه جنة، وليلتي فيض الرؤى، ولربما كانت منى. الله. يعني دخلني في الموضوع. شكرا شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا. ما شاء الله عليك. شكرا. ما شاء الله عليك. سؤال لحضرتك. كاظم الساهر بمهرجان فاس للأغاني الروحية 2005 أسعدتنا. نعم. جدا بالإنشاد الصوفي للحلاج. الحلاج. نعم. في عجبت منك ومني، ورأيت ربي بعين قلبي، ومن ثم في ألبوم لا تزيد لوعة. نعم. أنشدت أيضا والله ما طلعت شمس ولا غربت. نعم. إلا وحبك مقرون بأنفاسي. السؤال دلوقتي لحضرتك، لماذا لا نتجه إلى هذا اللون من الغناء، خصوصا في ظل هذه الموجة من المادية الكبيرة جدا اللي بتحيط كل الناس؟ قصدك الغناء الصوفي؟ الغناء الروحي، نسميه الصوفي أو الروحي. أمثال القصائد الكبيرة. سيد عمر بن الفارض، الحلاج. نعم. بن عربي، السهروردي. نعم. كبار القامات الصوفية الموجودة في تنوع، والأغاني في مهرجان فاس حققت إنجاز كبير. جدا رائع. الحمد لله. رد علينا في الجزء الحقيقة الصوفي. هي كانت في مهرجان الأغنية الصوفية في فاس، الجمهور صعب. يعني الجمهور كله يعني يسمع بالشعر بالطريقة المختلفة تماما، يعني تماما. فأنا كيف أواجههم؟ فرحت دور على أنا أحب الحلاج، يعني كنت قاري قصته وتأثرت به شخصيا، كشخصية عظيمة طبعا. فعملت قصيدتين يعني، ولحنتهم، وطلع اتفقنا ويا الفرقة، سوينا الفروبات وطلعنا على المسرح. بس الحمد لله يعني لاقوا نجاح. يعني بس كان قلبي يعني قلق، ستريس. كنت على المسرح وارجع، بس الحمد لله طلعت. عظيم. سيطرت اخر شيء. yeah. ها حبيبي، ها اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. جلال رحيم، تدريس في كلية الفنون الجميلة جامعة بابل. اهلا بحضرتك. عراقي؟ عراقي. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. في جميله. يا اهلا يا اهلا. اول دخلت الكليه 98، عملت بورت معرض شخصي يعني كاظم الساهر، اسمه بورتريت كاظم الساهر، وكل اغانيه كنت اشتريهن من المجله وقصقصهن واقعد ارسمهن، يعني من ضمنها قول احبك ثلاث، يعني ثلاث، وكثير رسمت لوحاتك يعني حتى للطلاب نشرحهم. وانا حاليا طالب دكتوراه في كليه
اسكندريه كليه الفنون الجميله. فانا من معجبين بك جدا. يا اهلا وسهلا. الله يوفقك. اتمنى اتمنى يعني مهرجان بابل يعني ان شاء الله ترجع لك ان شاء الله. معلش انا بس عايز حضرتك معلش انا بس عايز اسال حضرتك عايش في اسكندريه ولا عايش في القاهره؟ لا انا من اسكندريه اليوم. احنا جاي من اسكندريه. شرفت. اتفضل استاذ كاظم. اولا تحياتي لحضرتك. انا اسمي حاتم. انا يمكن حضرتك بالنسبه لي مش مجرد مطرب, حضرتك واحد من الاسباب اللي مخليني اكمل في الحياه. انا شخص ممكن اصنف ان انا شخصيه حساسه شويه, ولكن لما كنت بسمع اغانيك انت كنت بتقول لي بدون ما تعرفني كمل, انت ما فيكش فيك مشكله وتستحق ان انت تكون كما تشاء. تحديدا ايه من الاغاني او ايه المقاطع المتمردة؟ الرسم بالكلمات. تعبت من السفر الطويل حقائبي وتعبت من خيلي ومن غزواتي لم يبقى. لا انا عايز اسال سؤال لو تسمحي لي يا استاذه منى. استاذ كاظم حضرتك دايما بتدعو لبناء الانسان في اغانيك, فلو في ثلاثه صفات او ثلاث صفات عشان يبقى اللغه العربيه صحيحه, ايه اكتر ثلاث صفات تتمنى ان هي تتحلى بها اي بني ادم عشان يكون انسان سوي حقيقي من عين وحكم كاظم الساهر؟ وشكرا جزيلا. انا ما فيها يعني احكم على ال ما فيها اكون في موقف انه انا احكم اون, بس هو الانسان لو راد يعني يعمل لو كان مهما تكون باي مجال, اولا الصدق مع نفسه في البدايه. الانسان لو يكون صادق مع نفسه حيعبر كثير أشياء. قبلها يجب أن يكون فاهم نفسه, أو فاهم هو ليش موجود مثلا, أو فاهم هذه الحياة من ليش إحنا موجودين, إحنا شو نريد نطلع من عندها, وإذا أردنا نوصل رسالة شنو الموضوع نتكلم به إنه حتى نقوله, وشون راح نوصل هاي الرسالة. فأعتقد الإنسان لما يكون جواه عنده إيمان بشخصيته والصدق واحترام, احترام للعمل اللي هو اللي فيه والتحدي, اعتقد كل شيء في الحياة, كل ما يجابه الإنسان في الحياة كلها تسهل, كلها تصير سهلة, كلها تصير سهلة. أنا أتكلم عنك وأنا مرات مثلا أغرق يعني من الشبه من أشوف حاجة مو هاي شخصيتي, أغرق بالأمور الصغيرة ولكن الأمور الكبيرة أواجه. يعني ما أعرف من وين أجتي هذه, بس وأنا رحت للمرة وصفوا لي أنا شخصيتي سموها شخصية أي اللي هي كثير حساسة, كثير تتأثر أي شيء تقول تحكي معي, لو كان مثلا في شوية كلمة تجرح راح اسمعك واروح ما فيها حاجة, بس من احط راسي على المخدة تجيني مثل الرعب, تجي تعيش معايا يعني تأذيني تأخذني يعني. للأسف هي هاي غلط, بس يعني كل انسان عنده بطبيعة شخصيته انه هاي التركيبة الله اعطاك اياها انت, بس يبقى احنا اصرارنا وقوتنا والتحدي جوانا ان نحقق الشيء اللي لا يجب ان نوصله وهي رسالتنا في الحياة, فلازم نصبر.